بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محيي الزوار يا أبو علي، ما خاب من تمسك بكم، أمنا لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز والله فوزا عظيما. إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحم، فلا مشت بي في طرق العلا قدم. تعرف هذا مني ولا؟ هذا كلام منه؟ ده لسان حال منه؟ هذا لسان الإمام الحجة سلام الله عليه، والشاعر السيد حيدر الحلي، شاعر عظيم. هذا الشعر ماله قمة في البلاغة، قمة في الأدب. هو الشعر ما يحتاج له شرح. إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحم، فلا مشت بي في طرق العلا قدم. لا بد أن أتداوى بالقناة، فلقد الله صبرت حتى فؤادي كله ألم. الله يقول عندي من العزم سر لا أبوح به حتى تبوح به الهندية الخذم. الهندية عن السيوف، شعر عظيم. يقول لابد أطلع، لازم. هذا ما يصير تحرير هالبلاد من دون سيف. السيف مهم، والعقل هم مهم. من أحد أساليب الإمام الحجة سلام الله عليه أن يمسح على رؤوس البشر بيده فتكتمل عقولهم. هذا من أحد الوسائل اللي يستعمله، مو بالسيف، قسم سيف يستعمله مع النواصب اللي ينصبون العذاب لأهل البيت. ذولا ما عنده حرب ويا الأمريكان وبريطانيا وذولا جماعة، لا، ذولا لما يشوفون المسيح يصلي ورا الإمام الحجة، ها، وأنه لعلم للساعة، كيف بكم وإمامكم منكم وفيكم. نفس عيسى ابن مريم يأتي ويصلي خلف الإمام، فلما يشوفون العالم المسيحي أن هذا عيسى ابن مريم يصلي خلف الإمام الحجة، خلاص يسلمون. فيهم عندهم تعقل شوية. ذولا بعض المسلمين شوية المتأثرين بالخط الأموي، واللي ما يفهم ولا يفقه ولا يريد يفقه بعد. دعوتهم لتغفر لهم فجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يعني هو ما يريد يفهم. عندي من العزم سر لا أبوح به
حتى تبوح به الهندية خذوا مالي أسالم قوما عندهم ترتي. الله شلون شعر عظيم. ترتي يعني ثاراتي الوتر الموتور. تم تخاطب الحسين الوتر الموتور. موتور يعني شنو؟ يعني قتل ظلما وعدوانا فلا بد من ان ياتي شخص ياخذ بثار الحسين. عدل انا من اللي ياخذ بثار الحسين؟ انت تاخذ بثار الحسين. هذا المجلس هو نوع من انواع اخذ الثار. لما تنشر فضائل الحسين وفكر الحسين وتجلد الجنود ها لتبليغ رسالة الحسين للعالم، انت صرت من مصاديق الأخذ الثار. قاعد تهيئ لظهور الإمام الحجة سلام الله عليه. تعصب ما لي أسالم قوما عندهم ترتي لا سالمتني يد الأيام إن سلموا من حامل لولي الأمر مالكة تطوى على نفثات ملؤها ضرموا. يقول لي يا ابن الأولى يقعدون الموت إن نهضت لهم لدى الروح في وجه الظبل همم ما خلت تقعد حتى تستثار لهم وأنت أنت وهم فيما جنوا هم فلا وصفحك إن القوم ما صفحوا ولا وحلمك إن القوم ما حلموا سوى فحمل أمك قدما نسقطوا حنقا يا الله وطفل جدك في سهم الردى سوى مقابلة بين طفل الزهراء وطفل الحسين. يعني إسقاط ذلك الطفل هو الذي سبب في إسقاط طفل الحسين. واضح. السقيفة هي التي قتلت الحسين. ولهذا الإمام الحسين عندما وقع بأبي وأمي متأثرا بجراحه لما وقع السهم في قلبه ما قدر يستخرج السهم من قلبه، استخرج السهم من قفاه وقع على الأرض. شنو كان يقول؟ قتلني فلان وفلان. هذا لفظ فلان وفلان في الاصطلاح الحديثي يعني يقصد بمنهم الأول والثاني. الإمام علي في الخطبة الشقشقية يقول تقمصها فلان وأنه لا يعلم أن محلي منها محل القطبي من الرحى. فلان يقصد منه أبو قحافة. فشوف مقابلة جدا جميلة جدا شاعر ذكي عرف ان هم الذي اسسوا اساس الظلم. فلعن الله زيارة عاشوراء فلعن الله امة اسست اساس الظلم والجور عليكم اهل البيت عدلونا ولعن الله امة دفعتكم عن مقامكم وازالتكم عن مراتبكم. من اللي زالوا عن مراتبكم؟ مو الامام علي المفروض يتصدى للولاية عدلونا ازالوه. فلعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله منه الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. من الذي مهد؟ الأوائل. واضح ولا؟ هذه الهداية. أنت لما تعرف أن الحسين مصباح هدى شلون مصباح هدى من هنا؟ تعال ليش قتل الحسين؟ مو مسلم الحسين؟ مو ابن رسول الله؟ من اللي قتل يزيد؟ على اساس قتل يزيد؟ من اللي جاء بيزيد؟ معاويه. من الذي جاء بمعاويه؟ ابو بكر وعمر. واضح لهم واضح؟ واضح الشغله؟ واضح. شاعر جدا عظيم. شو يربط ربط؟ فحمل امك قدمي انا اسقط حلقا فطيام إيه جنعي لك دماء
استغاثتها إلا بأدمع الثكلى شفها. يعني الحسين سقط من الناصر دموع زينب شو تسوي؟ ما عندها شو تسوي؟ وين تروح زينب؟ ها؟ مسفوحتين لم تجب عند استغاثتها يا الله إلا بأدمع الثكلى شفها يا الألم. بعد من اللي ينعى وحائرات أطار القوم وعيونها يا الله رعبا غدات عليها خدرها هجايا. كانت بحيث عليها قومها ضربت سرادقا أرضه من عزهم حرموا. يقول يكاد من هيبة ألا يطوف به حتى الملائك لولا أنهم خدموا فغودرت. شو شاعر عظيم يقول فغودرت بين أيدي القوم حاسرة. يا الله تسبى وليس لها من به تعتصم. أنا بقيت محيرة وصف جبليد لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من أبشي وتدمع العين وتبقى عبرتي بصدري اليسرى واليمين نادي هلي وين الحنين. انا مخدرت عباس وحسين هاي ام الحزن زينب الليله تودع اخوتها وتهل مكسوره الخاطر بالتوديع دمعتها. هاي ام الحزن زينب من جن ليلها ومست وشافت كل قواد الطيف بجيوش العدن شمسات زينب بالهضم والضيم والشر روحها حسيت وجلها زاد وانضامت تحاكي روحها قامت يا فرحتي ما دامت. يا بعض هاي الزلم والخيل علتت لحسين جيت زينب قصدة السجاد لكن ما بقى الحيل بعد ما سلمت قعدت يا ويلي والدموع تسيل تقل لقل ابوك حسين علي.
الحج يا حسين ما غمضت الزينة بعين تصوت وين روحا وين الوطن هبها العين الوطن هشلون وردت زينة بقصدت العباس والهم قصد وياها وحين شافها العباس تتعثر بممشاها طلع من خيمته مغضب والزينة بتلقاها هلا يا زينة بيقلها هلا يا سلوتي كلها وزينة بلعت كافلها صدت والقلب داوي واخترقت بعبرته زينة ويقمر عدنان تقل لي يا ابن حامل جاء سمعت حسين اخوك يقول احنا بهالمسخ الطار وانا هلاز له قلب يا الله وخاف من الصبح لو صار يا الله وانا مخدرة تدري وخاف ينهتك ستري يسمع زينب العباس وعينه من العزم حمره يقيلها بشيمتي خدريت يا زينب مودك صدره يا زينب مودك صدره وحق الحسن يا زينب وكبده وكسر ضلع مش الزهره لفن رقابها دونك اخوك وقرت عيونك لا لا ينخطف لونك العساكر هاي باكر كون شتتها العساكر قال شتتها صل وقام يتطوى لما سمع حج اخته هاج وهزت النخوه وزينب نادت بهونك يا والي الحرم تقوى اسولف لك يا ابو فاضل وتجر ونته اسولف لك يا ابو فاضل عودك ليش راد امك وعن طيبه نسب حره ابونا من نشد عمك انت غايته منها يا الله والهنايبة ضمك أبونا مثل هذا اليوم ضمك ذخر يا جيدون هاي الخيل هاي القوم وأبونا على وصيته تراها هاي شاعته اغتاب وقال يا زينب شنه الخيل وتهمج أخوش وصارم بيدي وفن ليك حمخ يمج وحق الحسن يا زينب وكبده وكسر لخلي جموحة الشعار وخلي كربلة تذكار وخلي النايحة بكل دار وخلي الناس جيل الجيل ما ينسون عملتها يا الله ثلاثة عام ابو فاضل مثل ما قال سواها في نصيد الزلم والخيل تموج مروج خلاها وزينب واقفة تشوفها يا الله وبعباس نخواها ساعة وقعت الراية يا الله ساعة وقعت الراية وطاح على المسناية طاح وضاعت الذاية طاح وصاح يا زينب وهضمته ناداها ناداها يا زينب شبيدي اخوك تدري إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال الحسين سلام الله عليه ليمهلونا سواد هذه الليلة لنصلي لربنا ركعات فإن الله يعلم بأني أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار
الحسين سلام الله عليه كل كلماته حكمة وكل أفعاله حكمة وكل شيء يصدر منه هو إشعاع للهداية، هو مصباح هدى وسفينة نجاة. يقول دعونا ليمهلونا سواد هذه الليلة، لأن كان عمر بن سعد كان يريد يزحف إلى قتال الحسين في هذه الليلة. 30,000 جايين لقتال حسين كلهم مضللين ولأجل أطماع دنيوية مثل ما قلت أمس، ويا ريت حصلوا دنيا. عمر بن سعد ما حصل دنيا، ملك الري ما حصلوا وقتل. الحسين سلام الله عليه دعا عليهم في يوم عاشوراء، الله سوف ينتقم لي منكم، سوف ينتقم. يسأل ذاك كيف ينتقم منا ابن فاطمة؟ قال يلقي بأسكم بينكم ويسفك دماءكم ويحل العذاب عليكم وسيبعث عليكم غلام ثقيف يقتل كل واحد منكم قتلة بقتلة قتلة بقتلة. قتل منهم المختار 4,000 شخص، شو الفائدة؟ سووا لا دنيا ولا آخرة، غباء حمق. تعرف الإمام الحسين شوف شلون الدقة. الإمام حسين دعاء مستجاب، دعاء مستجاب. لما رفع رأس الحسين على رأس رمح طويل يدار به في السكك والشوارع والرأس يتلو آية قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، راوي يقول رأسك أعجب وأعجب يا ابن رسول الله. تدري شنو قال لحامل الرمح؟ قال أنا ما بقرأ مصيبة الحين بس أنا ببين لك شلون استجاب الدعاء من حسين، استجاب الدعاء مالي. قال لحامل الرمح يا عدو الله فرقت بين رأسي وبدني، فرق الله بين لحمك وعظمك وجعلك آية ونكالا للعالمين. هذا المختار جاب هذا الشخص يبي يحقق في دعاء الإمام الحسين، واضح له؟ قال الإمام الحسين شنو دعا عليك؟ فرق الله بين لحمك، سوى ليش اسمه شرشحة تشريح، شرح بدل ماله، فصل اللحم عن العظم. نفس كلام الحسين يطبقه، والله قتلة بقتلة. دعاء دقيق الإمام حسين وكل أدعيته حكمة. طبعا الإمام حسين حفر خندق وراء المخيم أشعل فيه نار، قائد عسكري حكيم، حتى يصير الهجوم من جهة واحدة مو من جهتين. فلما يريدون الجيش يأتون من وراء المخيم ما يقدرون يجون لأنك خندق فيه نار، ما يقدرون يقتحمون الخندق، واضح لنا؟ يبي يخلي الهجوم من جهة واحدة وحتى يحمي بعد المخيم من الهجوم عليه. حكمة عنده القيادة العسكرية، إذا تتميز بالحكمة تنجح. فيوم عاشر بعد القتال ما بدأ، شوف الإمام الحسين حكمة عنده يبي يهدي الناس والعالم. إجا واحد اسمه عبد الله بن حوزة التميمي، قال أين الحسين؟ أصحاب الإمام الحسين قالوا هذا الحسين، ماذا تريد منه؟ زين. فقال للحسين أبشر بالنار. يقول للحسين عقول ماكو، أقول له أبشر بالنار. فقال للإمام الحسين إنما أفد على رب كريم غفور مطاع شفيع. ما اسمك؟ قال لي أنا بن حوزة.
الإمام حسين رفع يديه بالدعاء حتى بان بياض إبطيه، قال اللهم حزه إلى النار. إحنا من نتوسل بالإمام الحسين دعاء مستجاب الإمام الحسين، والآن حي يرزق الإمام، فإحنا لما نروح له ندري دعاء مستجاب، واضح لنا هذا معناته. لما نتوسل به هو يدعو لنا تقضى الحاجة، هو الله اللي يقضي الحاجة مو الحسين يقضيها، بس ببركة دعاء الإمام الحسين. أنت لما تعرف إمامك إن دعاء مستجاب، هل معرفة دي تقودك للتشبث بالإمام أكثر، بالتمسك به أكثر، بالاقتداء به أكثر؟ هذا احنا لما نبين هالمصادق هو هذا الهدف. فقال اللهم حسه إلى النار. غضب، هذا ابن حوزة غضب على الإمام، فأقحم الفرس نحو الإمام وكان بينهما نهر. يقولون تعلقت قدمه بالركاب، هو هذا، فجالت به الفرس فانقطع قدمه وفخذه وساقه، وبقي طرفه الآخر معلق بالركاب من الجهة الثانية، فأخذت الفرس تضرب به كل حجر وشجر وألقت به إلى النار في الخندق، مات محله. فسجد الحسين سلام الله عليه لله شاكرا حامدا على استجابة دعائه، وقال اللهم اقصم من ظلمنا وغصبنا حقنا. أحم من ظلمنا، واضح غصب حقنا منه، من اللي غصبهم حقهم؟ شو حق في شنو لهم؟ الإمام الحسين في طريقه ولما التقى بالحور خطب خطبة مفصلة، من ضمن الكلام قال إن دولة اللي قاعدين يحكمون يزيد دولة سائرين فيكم بالجور والعدوان، ونحن أولى بولاية هذا الأمر. لما كان في المدينة ورادوا يخذوا منا البيعة، شنو قال لهم الإمام الحسين؟ نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة. إذن الإمام يقول شنو؟ إحنا لنا حق في الخلافة، عدل ولا؟ من ذيك الأيام أقصوا الإمام علي، تقمصها ابن أبي قحافة، وأنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، عدل ولا؟ هذا المكان مو مكان أبو بكر، مكان الإمام علي. من هناك أقصي حقوقهم الإمام الحسن، عاد لا بعد هنا ما ممكن يسكت عنه. الإمام الحسين طلع، أكو تخطيط إلهي لنهضة الحسين. الإمام علي مو ما نهض، نهض، ولما استلم الحكم بعد سووا له حروب، عدلوا لحتى يقصون عليه، عدلوا بعدين. فالإمام الحسين لما نهض تكميل لنهضة علي والحسن، واضح له هذا. فيدعهني يقول اللهم اقصم من ظلمنا وغصب حقنا. إدارة العباد والبلاد إذا أنت تعطيها إنسان كف وفاهم وعاقل وعنده علم ينجح البلد سياسيا اجتماعيا عقائديا فكريا، بس إذا تعطيها واحد خبل أحمق جاهل ما يعرف كوعة من بوعة، لا هذا يدمر البشر كلهم، واضح له هذا. مالك بن نويرة ما مسوي أي شيء، مسلم بس ما يريد يعطي الزكاة إلا لصاحب الحق، إجا له خالد الوليد بتحريك من أبو بكر، سواه مرتد. أنا مو مرتد، مسلم أنا. شوف شوف الانحراف، شوف هتك الأعراض، وشوف سفك الدماء، من لأن اللي يقود مو حكيم مو أهل. الزكاة من فروع الدين مو من أصول الدين، صحيح مو صحيح؟ إذا واحد ما عمل الفرع أنت ما تقدر تقتله، واضح لي واضح؟ أحيان السنة ما يخمسون، ما يؤمنون بالخمس، أنا ما أقتله لأن ما يخمس، واضح لي واضح؟ لو جاهل بالحكم لو ما أعرف الحكم، لو الفقيه اللي يقلده يقول لي هذا مو واجب في هالمورد، ما يسوغ لك أن أنت تقتل شخص مثلا لا يعمل بالفروع، واضح ولا؟ ولا ينكر ضروري، هو يؤمن بوجوب الزكاة عليك، ما ينكره،
بس يقول انا ثبت لي ان الحاكم الشرعي المستحق اللي اعطي لهم الزكاه مالي هو الامام علي مو ابو بكر. ما قاعد ينكر هو حتى تقتله. اجى لي خالد قتله وزنى بزوجته. شوف هتك اعراض سفك دماء. عمر نفسه اعترض على القضيه دي، قال لا ابو بكر لازم تقتص من خالد، هذا قتل مسلما وزنى بزوجته. يعني ابو عمر كان يفهم غير فهم ابو بكر، يفهم ان مالك مسلم ما يجوز قتله، صحيح ولا مو صحيح؟ حتى ابو بكر مقتنع بدا الشيء بس ما يبي يعمل حسب الاسلام، يبي يعمل حسب هواه. هاي المشكله. قال له لازم تقتص منه، صارت فوضى في المدينه على القضيه دي. فاجا عمر قال لي هذا لازم تقتص منه، ما طبق القصاص، ما طبق حكم الله في خالد، واضح ولا لا؟ قال تأول اجتهد فأخطأ. أي اجتهاد هني؟ يا رب العالمين، هذا مسلم قطعا ومو منكر لإعطاء الزكاة، مو منكر لوجوب الزكاة، يؤمن بوجوب الزكاة بس بيعطيها لمن؟ للخليفة الشرعي، صحيح هو؟ هو يقول أنت مو خليفة شرعي بهذا الدليل، قضية الغدير أثبتت أنه مو خليفة شرعي، أنت بايعت الإمام علي في الغدير، عدل ولا لا؟ عدل ولا لا؟ تعال ناقش نقاش علمي، صحيح ولا مو صحيح؟ مو تقتله، مو تسفك دمه وتزنب زوجته، واضح ولا لا؟ فمن اللي قاعد يأسس أساس الظلم؟ هو هذا أبو بكر وخالد والجماعة. عمر مختلف وياه. فهني الإمام يقول قسم الله من ظلمنا وغصبنا حقنا، لو كانت الإدارة بيد عليين يصير ده القتل؟ ما يصير. فسفك الدماء قاعد يصير وهتك الإعراض من ذاك اليوم، أنت على أساس تزنب زوجة الرجل؟ أي دين دي؟ أي حكمة دي؟ فهذا الشخص اللي يريده الآن يصير مسلم لازم يعرف ياخذ دينه من مين؟ إذا تاخذ دينك من أبي بكر أبو بكر هالشكل قاعد يسوي، يقتل المسلمين يهتك أعراضهم ولا يطبق القصاص في خالد، عدل ولا لا؟ عمر يقول طبق القصاص، أنت حتى بتسمع مين؟ تسمع أبو بكر، تسمع عمر، ضايع الحسبة، عدل ولا لا؟ هاي التناقض موجود، شو تحل ذي؟ شو تحل؟ إذا سمعت عمر خالفت أبو بكر، وإذا سمعت أبو بكر خالفت عمر، ضاعت الحسبة، نطيع من إحنا حين؟ واضح لا؟ هذا دينك أنت إذا تأخذه من دول اتهن، ضايع دينك أصلاً. هذا دين ضايع مو دين دي. اطيع ابو بكر خالفت عمر، اطيع عمر خالفت ابو بكر، يا اخي اطيع من الحين؟ ابو عمر يقول يجب القصاص، ابو بكر لا يقول ما يجب. هذا لا هاي مشكلة. فهني يقول الإمام الحسين سبب ضياع الأمة هو الحكام الظالمين الذين غصبوا هذا المقام وهم مو أهل، لو أهل وايد زين مو أهل. فأنت لازم تبحث عن إمام معصوم تقتدي به في دينك، عدل ولا؟ فيقول الإمام، شوف الإمام وين يفكر الحين في عاشوراء، الإمام هو يقول اللهم اقصم من ظلمنا وغصبنا حقنا، إنا أهل بيت نبيك وذريته وقرابته. هذه حدث صار، اجا واحد اسمه محمد بن الاشعث اجا للحسين في نفس اليوم، قال له انت شنو لك قرابه ويا محمد؟ شوف يعني الحديث يقول حسين مني وانا من حسين، عدل ولا
رسول الله يقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينين. هذا ابن بنت رسول الله، هذا ابن رسول الله. قل تعالوا ندعو أبناءنا، عدل رسول الله قاعد يقول أبنائي، عدل لا الآية تصرح. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا. إذا من اللي جاء في المباهلة؟ مو الحسن والحسين؟ إذا أبناء رسول الله، عدل أو عدل؟ وهذا يقول لي شنو القرابة بينك وبين رسول الله؟ شوف شوف شو ماكو عقيل ماكو ثقة، هذا أي جهل ده؟ شو أي شؤون في هالجهل ده المطبق؟ وهاي حادثة واحد سنة 61 تو الإسلام بادي، بس في خلال هالفترة معاوية حكم 20 سنة سوى لهم تضليل غسيل مخ، أثبت لهم أن علي ما يصلي. لما قتل في المحراب الإمام علي سلام الله عليه، أهل الشام قالوا شلون في المحراب قتل صلي يعني الإمام علي؟ سوى لهم غسيل دماغ. لما جو زين العابدين إلى 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 الشام سموهم خوارج كفرة، قالوا لا، لو ما ألقى زين العابدين الخطبة في مجلس يزيد وبين إحنا من أهل بيت النبوة بعد الرسالة وأهل ابن مكة ومنى وابن زمزم والصفا، لا الناس افتهموا ذولا أهل بيت رسول الله، يزيد غلطان، عدل وعدل. وصار نحيب وبكاء في المجلس، وكادت الفتنة تقع على يزيد، تصير ثورة على يزيد. ولهذا سرحهم من الشام بسرعة 3 أيام، سرحهم واضح له لا. بس هالخطبة دي سوت أثرها، سفير الروم سفير ملك الروم أسلم في المجلس، قال احنا عندنا حافر حمار عيسى مسوين له مزار ونقدسه ونروح نزوره، حافر حمار عيسى وانتم تقتلون ابن بنت نبيكم، اي دين ده اللي عندكم؟ اشهد بانكم على باطل. وفعلا جلى الرأس الشريف وتمسح به واسلم عند الرأس الشريف، فامر يزيد بقتله، فتنحنح الرأس الشريف وهو يقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بس خطبة زين العابدين اثرت، ادله لا، هاي المنابر تتأثر في الناس والعالم. فيقول شنو القرابة بينك وبين محمد؟ انت الحسين شنو القرابة بينك وبين محمد؟ شنو القرابة يعني؟ ما يفهم ده القرابة؟ احد الان في العالم ما يفهم الحسين بن رسول الله؟ شوف شلون غسيل الدماغ، شوف الثقافة التضليلية اللي كانت سائدة ذاك اليوم. علي يسب على المنابر، يشتم على المنابر، فصار تضليل واضح له. الحسين رفع ايده قال انا، تقول انا ما عندي قرابة بينه وبين اللهم ان محمد بن الاشعث يقول ان ليس بيني وبين محمد صلى الله عليه واله قرابة، اللهم ارني ذلا عاجلا فيه، اللهم ارني شنو؟ ذلا عاجلا فيه. هذا يريدك الذل الان. خرج محمد بن الاشعث من المعسكر لحاجة يقضيها، كان يريد يروح لدار الخلاء حتى يقضي الحاجة، فراح دار الخلاء، قعد هناك في دار الخلاء لكي يقضي الحاجة، فجاء له عقرب أسود ضربه وتركه متلوثا في المكان نفسه حتى مات باد العورة. واضح الموضوع؟ دعاء مستجاب الحسين. بس الحسين الهدف من الدعاء ده كان هداية، يريد يهدي الناس. في واحد اسمه المسروق بن وائل الحضرمي كان واقف قدام الجيش بعد قتال ما صار. هذا مسروق بن وائل الحضرمي يقول انا من شفت هذا الشيء ما صار في ابن حوزة اللي ألقى في النار مات فورا، انا كنت جاي، هو يقول كنت انا جاي لقتال حسين حتى، شوف التفكير المادي حب دنيا،
لهذا الإمام الحسين في نفس العاشوراء خطب لهم خطب خاصة عن الدنيا، إن الدنيا قد تغيرت زين وتنكرت ولم يبق منها إلا صبابك صبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ها إلى آخر. إمام تكلم عن الدنيا، أكو خطبتين عنده مفصلة عن الدنيا. يقول كنت أنا في المقدمة أريد أصيب رأس الحسين حتى أحظى به عند ابن زياد، يعني حصل جائزة عند ابن زياد، فكرون في الجوائز. فلما رأيت ما صار في ابن حوزين عرفت، شفت استنباط حلو هذا، عرفت أن لأهل هذا البيت حرمة ومنزل عند الله، فتركت القتال وطلع. هذه هداية ولا مو هداية؟ هداية. إذن الإمام الحسين استعمل الدعادة في محله ولا لا؟ الإمام حسين حكيم، يقدر يدعو الجيش كله يفني، بس لا، لازم يعمل حسب القانون الطبيعي. واضح الموضوع؟ في بعض الموارد يستعمل هاي القدرة حتى يهدي الناس، الهدف هداية. واضح الموضوع؟ الليلة الإمام الحسين، هذا من أحد أساليب الإمام الحسين استعمال الكرامة لهداية الناس. واضح الأمر؟ حكمة الإمام سلام الله عليه، الليلة قال دعونا لنصلي لربنا ركعات، فإن الله يعلم بأني أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار. هذه أربع نقاط إحنا لازم نتعلمها من الحسين. إني أحب الصلاة له، يعني اهتم في صلاتك من ناحية الفقهية والشرعية، اتعلم مسائل الصلاة، مقدمات الصلاة، اضبط الوضوء جيد، ما تعرف أحكام الصلاة تعلمها، حافظ على أوقات الصلاة. الصلاة عمود الدين. الحسين سلام الله عليه في يوم عاشوراء، في ظهر يوم عاشوراء لما حان وقت الصلاة، أبو ثمامة الصائدي جاء قال لي قدنا وقتها، قال لي جعلك الله من المصلين الذاكرين. دعا عليه خوش دعا عليك. فالواحد يحافظ على هاي الخطوط العامة اللي يريدها منه الإمام الحسين، الصلاة نحافظ عليه. وكان يأمر أهله بالصلاة. الآية تقول يعني بنتك صار وقت الصلاة الصبح، خصوصا صلاة الصبح، قل لها بابا قوم قوم صلي، خليها ساعة كوكها، خليها ساعة إيقاظ، ها حتى تقوم للصلاة. أنت بعد سوي لك ساعة إيقاظ حتى تقوم لوقت الصلاة. زوجتك، بناتك، أولادك، وقت الصلاة لما يجي اتصل فيهم، ها بابا قوم صل، بارك الله فيك. المحافظة على أوقات الصلاة فيها توفيق عظيم وتدر الرزق العظيم. الرزق بيد الله، مو تقول الزبون وعندي حاجة وعندي كذا، لا، وقت الصلاة لو يجي 50 مليون زبون و50 مليون دينار بيعطيك، قول لهم لا أنا أصلي بعدين. الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أحب الصلاة له، تلاوة كتابه، مستحب الواحد يقرأ في اليوم 50 آية. هذا القرآن منهج حياة، منهج تربية، علوم فيه وفي بركات. وإذا قرأ القرآن في البيت الله ينزل بركات في البيت، فيه شفاء كذلك، بعض الآيات تسبب شفاء ترى، خصوصا سورة الحمد. يقولون سورة الحمد لو تقرأ على ميت 70 مرة لا تستعجب إن الله يريد روح عليه. عندنا روح سورة الحمد. الإمام عليه سلام الله عليه في صفين قطعت يد بعض الأصحاب، قطعت يده، فجاء الإمام الإمام علي سلام الله عليه في حرس صفين، قطعت يد أحد أصحابه، فجاء مسك اليد المقطوع زين وخلاه في مقابل الجهة الأخرى، قرأ شيء والتصقت العروق وصارت اليد سالمة صحيحة كما كانت. صلى على محمد. الله صل على محمد. فشنو هذا الشخص استغرب،
قال للإمام ماذا قرأت؟ عندنا آية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، في شفاء، بعض السور فيها شفاء، حتى هاي الآية وهاي الآية نفسها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، هاي نفسها إذا تقرأها على وجع بعد يطيب الوجع، عندنا رواية. المهم هذا سأل من الإمام قال له شنو قرأت؟ قال له قرأت سورة الحمد. قال بس سورة الحمد؟ استخف، قلل من شأن سورة الحمد، سقط العضو الآخر، نفس العضو الذي ركب الإمام سقط من جديد. لا تستخف بالقرآن، هذه موجودة القضية، روح في معاجز، في كتاب اسمه المعاجز، روح شوفها في معاجز أمير المؤمنين. إني أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار. الليلة الأصحاب بين راكع وساجد وقائم سووا لهم دوي كدوي النحل. اتعرف من أحد أساليب الإمام الحسين في الهداية هو هذا، صنع جو عبادي، استعمال الكرامة هذا واحد اللي اهتدى فيها واحد، أدل ولا؟ اثنين صنع جو عبادي، هذا دعونا لنصلي لربنا، هذا يبي يسوي جو عبادي، عدل ولا؟ فإني أحب الصلاة له وتلاوة كتابه، يعني كان يصلي وكان يقرأ قرآن ويدعو ويستغفر، صحيح؟ سوى جو. اتعرف على أثر ده الجو، انضم 32 شخص من جيش عمر بن سعد للحسين، هذا مو هداية؟ 32 جو، شنو دول 32؟ قالوا دول أهل الله، يقرون قرآن، صلون، تهجد، دعاء، دل جو أثر فيهم، كهربهم دل جو، واضح ولا؟ 32 انضموا لمنهم؟ لمعسكر الحسين، هذا مو هداية؟ يعني أصحاب الحسين في منهم من نفس تلك الليلة صاروا أصحاب الحسين. الحسين مدرسة حقيقة، الواحد كل ما يقدر يعني يتأمل يطلع دروس من دي المدرسة. احنا بعدنا بنروح للمصيبة، بس بنشوف مصداق الدعاء لما يقول إني أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وشنو وكثرة الدعاء، يعني دائما يدعو الحسين سلام الله عليه. دائما لما تلاحظ يوم عاشوراء أول ما شاف الجيش دعا، هذا دعاء عظيم وهذا دعاء زين تتعلمي. اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. إلهي كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني عمن سواك، ففرجت وكشفت، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. هذا أول ما دعا بالحسين، دعاء عظيم. في كثير من المناطق والنقاط دعا، لما برز علي الأكبر دعا عليهم، اللهم امنحهم بركات الأرض ومزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. إني دعا على بعض الأشخاص، على عمر بن سعد، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي وسلط الله عليك من يذبحك على فراشي. في كثير، عبد الله بن الحسن طفل صغير طلع من المخيمات جاء للإمام الحسين، شاف الإمام الحسين على رمضاء كربلاء، زين ما تحمل جي عبد الله ابن الحسن، هذا ولد الإمام الحسن، فإجى للإمام الحسين، كانت زينب تريد تمسكه فلت منه، جي ركيد للإمام. شوف وفاء، هذا من أحد الدروس اللي يتعلمها من نهضة الإمام الحسين، الوفاء. هذا طفل عنده وفاء، ليلة 11 من المحرم جابوا ماي، لأن الأطفال ما شربوا ماي،
حرقة الخيام، ما كل خيمة واحدة، الأطفال يتصارخون من الظما من العطش، جابوا ماي. فاطمة بنت الحسين ما شربت ماي، تقول كيف أشرب وقتل أبي الحسين عطشانا. شوف وفاء، أطفال عندهم وفاء. العباس ما شرب ماي، وفاء عندي الوضع. هذا درس الوفاء وايد مهم. زين، هذا عبد الله بن الحسن ني كلامي. لما جل الحسين، شوف الوفاء، لما جل الحسين، الحسين ضمه إلى صدره. إجا واحد اسمه أبحر بن كعب أراد أن يضرب الحسين، فعبد الله بن الحسن قال أتضرب يا ابن الخبيث، أتضرب عمي؟ فاتقى الضرب بيده، انقطعت يده. فالحسين ضمه إلى صدره، قال صبرا اصبر، احتسب ذلك عند الله. دعا الإمام الحسين عليهم، اللهم امنحهم بركات الأرض، مزقهم تمزيقا. دعا في اللحظة دي، دعا. كثرة الدعاء، يدعو عليهم بالهلاك. بعد وين دعا؟ لما جاءوا له بالطفل الرضيع. يا الله، لا إله إلا الله. طبعا الإمام عنده علاقة مع الأطفال، علاقة جدا شديدة. فجاء للمخيم، قال لزينب أريد الطفل الرضيع، أريد ودعة، أريد أجدد به عهد. طبعا هم نفسهم زينب وأهل البيت كانوا متضايقين جدا من صراخ الطفل الرضيع، لأن ثلاثة أيام ماكو ماي، وجف اللبن في ثدي أمه، ماي ماكو. الطفل، أنت ملاحظ الطفل من يصرخ في البيت أنت ما تتحمله بسرعة، ما تتحمله، تقول لما يملي ماي، خاف عطشان، خاف جوعان، أدل أنا ما تتحمل صراخ الطفل. فأهل البيت ما تحملوا صراخ الطفل، فجاءت زينب به إلى الحسين، أخذ ينظر إليه يقبله. هني دعا على القوم، قال، يقول للطفل: بعدا لهؤلاء القوم، إذا كان جدك خصمهم يوم القيامة. ندع. أنت تعرف العطش يسوي في الواحد؟ أكو ثلاث أماكن تتأثر بالعطش، أو أربعة: العيون غائرات، ها، عيون الطفل غائرة، الشفاه ذابلات، بعد شنو؟ الكبد مفتتة من العطش. رابع شنو؟ اللسان إذا الواحد عطشان يقوم يلوك بلسانه، ممكن ينجرح اللسان على أثر دس. جايبين الطفل بهالوضع ده، وهذا أب درح. يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أي، أقبل به نحو القوم، قال لهم: لقد قتلتم أخي وأخوتي وأولادي، ولم يبق إلا هذا الطفل وهو يتلظى عطشا. تعرف معناته يتلظى؟ يعني قلبه ملتهب من العطش. شال حسين بيده يخاطب جموع العدل: هذا طفل يموت ضامي وذنب منه بس. عجلوا له بقطرة مية، ترى عمره دنه من الضمه، يابس لسانه والكبد متمرد. يا الله، قال لهم: خذوا إليكم تسقوا، لقد جف اللبن في ثديهم. إذا كان ذنب للكبار، فما ذنب هذا الطفل الصغير؟ ما له ذنب. العسكر انقسموا ثلاث أقسام، قسم قال اسقوه ما، هذا ما مسوي ذنب،
قسم قال إذا كان ذنب للكبار فما ذنب هذا الطفل الصغير؟ أدله لا. في واحد شنو قال؟ الله قال لو كانوا من الترك أو الديلم وطلبوا منكم هذا الطلب لأسقيتموهم فكيف وهم من تعلمون؟ تعفضوا من أهل بيت النبوة. الله الجيش بدأ يتقهقر على أثر ده الطفل الرضيع. عمر بن سعد قائد الجيش شنو قال؟ قال يا حرملة اقطع نزاع القوم. قال شنو شلون اقطع؟ يعني اعطي الطفل ماء؟ قال لي لا ارمي الطفل بسهم. يا الله صاحب السعد الرجس يا حرملة رد الجواب لا يكون الطفل يرجع بالسلامة للأطناب. شوف نحر يلوح مثل البدر ما بين السحاب والرجس ما لام قلبه وطوق بسهم الرجل فرفنة روحه وفج وجه ابوه وعوينته وذاب قلبه حسين من شافه ملولح رقبته وانحلى يشمه فوق نحره وغسل دمه بدمعته ورجع ودموعه يهلها وطلعت سكنة ناشئة. يقول حرملة رأيت رقبة الطفل تلمع على عرض الحسين وضعت السهم يقول رميته فذبحته من الوريد إلى الوريد. يقول الإمام الصادق كان طفل جدي الحسين مقمطا فلما أحس بحرارة السهم أخرج يديه من القماط وأخذ يرفرف كالطير المذبوح. اللهم إن حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل. رجع سكينة تلقته أبو حسين هل سقيت أخي الماء وجئتني ببقيته؟ قال لا أخذ يا خاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد وحسينا. ورجع ودموعه يهلها وطلعت سكنة ناشي تقول بوي سقيت أخي وجيتني بفاضل الماء. بالعجل برد غليل من الضمه ذايب حشاي خان بيده ريش بيدي على الذي يروي ضماي حط أخوها بين ايديها ومدده قالت الصاير بخو يتمدد فوق الثرى. قال له لا تنشديني وشوفي بحال اشجر صدت وللم فاروق ولو داج مهبرة صرخت ونادت يا خو يشهد ذلم منك سدر صغير ونحل الجسم والنتك والقلب ذار طفل ومدلل يضيع المعفور خدك بالتراب. للرضيع بعجل قومي وفرشي له يا ربا يا الله ذايب من الشمس خدي وسادي من وسدي. الله طلعت أمه من المصيبة يا الله
جيب حالي انا ما حسبت بالدهر تالي ذني وخلت دمع حالي انا دورا على يميني وشمالي يا نهز بالمهد والمهد خالي بني افق من سكرة الموت سلواي إلهي وسيدي ومولاي يا الله يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من هو بالمنظر الأعلى يا من يحول بين المرء وقلبه يا من هو أقرب إلي من حبل وريده صل على محمد وآل محمد فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا سهل مطالبنا يسر امورنا اشف مرضانا اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر الزمان واجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم اجعل صلاتنا به مقبوله وذنوبنا به مغفوره ودعاءنا به مستجابا يا الله واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية وإلى أرواح موتى المؤمنين والمستمعين والمؤسسين لهذا المجلس الشريف رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة قبلها صلوات.